بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج سوليد وورك سيموليشن توتوريال. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا تحت بند موضوع الماشين ديزاين او موضوع تصميم الماكينات. بنبدا نجيب مجموعه من التمارين الخاصه بماده تصميم الماكينات ونبدا نشتغل عليها في برنامج سوليد وورك سيموليشن. الحاجه اللي هنبدا ناخدها النهارده على موضوع الكومبايند ستريسز او الاجهادات المركبه. في المثال اللي عندنا كانتليفر، والكانتليفر اللي قدامنا الكروس سكشن بتاعه عباره عن دايره، القطر بتاعه عباره عن 20 ملم بطول 100 ملم. في المثال بتاعنا نقدر نحل المثال بتاعنا باستخدام ال 3 دي element، ونقدر نستخدم بال 1 دي element. كانتليفر قدامنا متثبت من جزء وعليه مجموعه من الاحمال من الجزء الثاني. قال لك انت عندك فورس، والفورس دي بتبدا تعمل لك بندنج اللي هي قيمتها ب 550 نيوتن. وعندك فورس ثانيه بتبدا تعمل لك تنشن فورس او الاكسيال فورس، بتبدا تعمل لك تنشن قيمتها ب 8 كيلو نيوتن. وعندك تورك قيمته ب 30 نيوتن في المتر. قال لك ان الشكل اللي قدامك او البيم اللي قدامك مصنوع من الستيل، المودلز فور السيستي عباره عن 210 جيجا باسكال، والمطلوب نحسب قيمه الاسترس ونبدا نحسب معامل الامان او الفاكتور اوف سيفتي. طبقا للاحمال اللي عندنا، فانت عندك القوه بتبدا تعمل لك بندنج، والقوه بتعمل لك تنشن، والقوه بتعمل لك تورك، وعندك فيرتيكال شير ستريس او عندك دايركت شير. فبالتالي احنا عندنا ان السيجما بتساوي قوه على مساحه، سيجما تنشن بتساوي قوه على مساحه، المساحه بتاعتي عباره عن مساحه دايره واي على 4 في القطر التربيع. وعندي البندنج الام في الواي على الاي، الواي والاي دي خواص من الخواص بتاعت الشكل اللي قدامي. قيمه الواي هي عباره عن الار، وقيمه الاي اللي هي عباره عن باي على 64 في القطر اس 4. فبالتالي انا حسبت السيجما تنشن وحسبت السيجما بندنج، دولت النورمال ستريس اللي بيأثروا على الجسم اللي عندي. عندي من القانون بتاع التورشن اقدر احسب القانون بتاع التورشن، ومن القانون بتاع الشير اقدر احسب الشير. وبالتالي لازم الجا لاحدى النظريات عشان اقدر اجمع الاجهادات اللي عندي، واروح بقى على طول لمعامل الامان، اللي المعامل الامان بيساوي الفاكتور اوف سيفتي سيجما يلد اللي هي خاصيه من خواص الماده على السيجما دي. فبالتالي انا قدرت احسب معامل الامان واشوف الكلام ده سيف ولا انسي. تعالى بقى نروح لبرنامج السوليد وورك ونبدا نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده. احنا عرفنا الحل باستخدام المعادلات، تعالى بقى نروح ل برنامج السوليد وورك ونبدا نطبق المثال اللي قدام. اول حاجه هنبدا نختار المستوى بالنسبه لنا مناسب، وبعدين نبدا نرسم شكل الشكل اللي عندنا. فهو عباره عن قطر، وليه طول القطر بتاعي عباره عن 20 دي طول 100 مللي. ده كده الشكل اللي عندنا. الجزء اللي ورا اللي هو متثبت فيه مش محتاج ان انا ارسم الكلام ده عشان ابدا اعمل تثبيت منه، لا كافي جدا ان انا ابدا اثبت من السطح ده. ابدا اعمل اكسيال برضو بالنسبه للشكل اللي عندي عشان هحتاجه في حاله التورك عندي. تعال نروح بقى للمديول الخاص بالسيموليشن، واروح للمديول الخاص بالستاتيك. واول حاجه اعرف للجسم بتاعي عباره عن الستيل او الماتيريال بتاعته عباره عن ستيل. اقول له انا عندي فيكس سبورت من الجزء السطح ده، وعندي مجموعه من الاحمال. اول حمل عندي هو عباره عن الحمل الاكسيال لود، وبيعمل لك تنشن قيمته 8 كيلو نيوتن. عندي حمل تاني او عندي فورس تانيه بتبدا تعمل لك بندنج على الايدج دي، وهتكون على المستوى العمودي، وقيمتها ب 550 نيوتن. اعكس الاتجاه، يبقى انا كده حطيت الفورس سواء بقى لمين؟ سواء للتنشن وسواء للبند. عندي لود تاني، بس اللود المره دي هي عباره عن تورك. بختار قيمه التورك واقول له ان التورك عندي، اقدر اختار له بقى المحور اللي عندنا هنا. اقول له عندي الاكسيال ده، وهقول حوالين الاتش دي، وقيمه التورك عندي قيمتها ب 30
وابدا اعمل علامه صح. هنا البرنامج بيقول لي حدد على الفيس، اقول له الفيس ده وابدا اعمل علامه صح. يبقى انا هنا عملت تنشن وعملت بندنج وعملت التورك اللي عندي. تعالى بقى نعمل كرييت لعمليه المشي ونختار نشوف بقى فاين ولا كورس ونبدا نعمل علامه صح. بعدين اعمل رن للمساله اللي عندي واستنى النتائج بتاعتي. تعالى بقى نشوف النتائج، فطلع لك النتائج في صوره البون ميسز او ستريسز، ده الستريس التوتال او الكل اللي حاصل على الجسم اللي عندك، وهو طالع 98 ميجا باسكال، وده النتيجه دي قريبه جدا من الحل باستخدام السيوريتيكال، كان طالع تقريبا ب 99. الاستطاله طلع لك ب 1 من 10 ملم. وتعالى بقى نشوف معامل امان باستخدام نظريه بون ميسز وابدا اعمل علامه صح. معامل الامان طلع لنا ب 2 و2. نقدر نجيب بقى قيمه الاسترس بالنسبه للنورمال استرس في الاتجاه بتاع الاكس. واقدر احسب بقى سيجما 1 لو انا عايز احسب بقى قيمه سيجما 1، وسيجما 2 لو انا ضغطت بقى شفت قيمه سيجما 2، وسيجما 3. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.